بس ما تخليش واحد بحجم الكابتن مدحت شلبي يطلع يشيد بيه ويلوم الاهلي ويلوم لعيبته. طيب الكابتن مدحت شلبي يشيد بوليد عبد الرازق ويلوم الاهلي ويلوم لعيبه الاهلي، وانتوا مالكوا؟ وانتوا رايحين له ليه؟ وانت ايه ذنبك وتعمل كده ليه؟ طب في وقائع سابقه كابتن مدحت شلبي هو ذات نفسه قال ايه عليه؟ والله هو ذات نفسه عن الكابتن وليد عبد الرازق، والله هو ذات نفسه كمان كان بيقول عنه ايه في واقعة سابقة. نشوفه النهارده في حكم مباراة الداخلية وإمبي كابتن وليد عبد الرازق في خطأ حصل في وسط الملعب، وراقبوا كده اللقطة كويس قوي. راح الحكم عشان يشهر بطاقة صفراء، راح الأول للاعب الافريقي بنجامينا شيمينبونج قال له مش انا، قال له مش انا، فقام رايح لسه رايح له قال له مش انا. لا يعني اولا ازاي يا كابتن وليد انت رايح لواحد وانت مش عارف وانت مش متاكد كان هو ولا مش هو؟ يعني لما يحصل فاول لازم عينك تبقى على اللي انت ناوي تنزله. قال له مش انا، فقام ايه سايبه ومكمل. واثق الخطوه يمشي ملكا، بيدور على واحد تاني، لقى في سكته سعيد سامبوري، والتالت محمود منصور. على فكره اللي ارتكب الفاول هو محمود منصور رقم 12، لكن هو ماشي كل ده بيدور. قام رايح لمين؟ رايح الافريقي التاني سعيد سامبوري، وسامبوري سكت. بص اللي عمل فاول مين بقى؟ اهو اللي عمل فاول على الارض رقم 12 اللي هو محمود منصور اللي عمل الفاول. طب الراجل قدامك يا كابتن وليد، واضح وضوح الشمس قدامك، لما الحكم ينوي هيدي انذار عينه ما تترفعش عن اللاعب، لكن سبحان الله هو يبدو ان كان مدي قرار انه هيدي حد اسمر، فراح لشيمبونج ده قال له مش انا، فراح لسامبوري الراجل طيب قال له ماشي. ولا ده يستحق ولا ده يستحق، واللي كان يستحق اللاعب محمود منصور. كوميديا ولا ده يستحق ولا ده يستحق، ويبدو شوف بقى تلقيح الكلام، لان الاهلي مش طرف، مجرد ان الطرف حد تاني. يبدو انه كان واخد قرار يدي الانذار لحد اسمر، يعني بيشكك في مصداقيته في نيته. كابتن مدحت شلبي اللي بدل ما يسأل ازاي تعينوا الراجل ده صاحب الواقعه دي حكما لمباراه المصري والاهلي، انت اللي قلت على فكره، نبهت الناس كلها، انت اللي قلت واين العداله ان سمبوري ده ياخد الانذار؟ فين العداله؟ وسمبوري ده لو كان عنده انذارين كان حصل ايه؟ يعني هل ده يشاد بيه يا كابتن مدحت؟ انا برجعك لنفسك، ما لفتش نظرك ان الحكم اللي هذه الذهنيه عنده اللي ممكن ينزل وحاطط في دماغه حد انذار لواحد اسمر، حد انذار لواحد واخد انذارين، حد ان ده ينفع يحكم مباراه اهلي ومصري، مش بس اهلي ومصري، عارف ان بعديها الاهلي والزمالك. هو عارف ان بعديها الاهلي والزمالك طبعا، مش الاهلي والمصري. هو ما بيخدمش على المصري، هو لا طرد له حد، هو خدم عليه بس ان ما حسبش الاهلي ضرب جزاء وما طردش اللاعب عشان ما يعطله. بس لكن فيما يتعلق بحقوق الاهلي في هذه المباراه اهدرت، وكلها حقوق تستحق التحقيق. ولازم تقولوا لنا يا جماعه مره 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 الاهلي كان عنده حق. يا كابتن مدحت الناس متضايقه، ما تتكش عليها اكتر من كده انت وغيرك. العداله والانصاف يا اخي، دي الكلمه اللي انتوا هرتونا بيها، مسافه واحده من الجميع. اين المسافه؟ الظاهر ان في مسافه انك تدفع ناس وتشد ناس، انت في المسافه الواحده دي بتشد الاهلي وبتدفع في الاخرين. للاسف هو ده، لكن هل لجنه الحكام واتحاد الكوره هيجاوبوا على ده؟ ليه تعين وليد عبد الرازق لمباراه بالاهميه دي وحكم الفار ليه تغاضى عن هذه الحقوق والدم شايفه كل الناس؟ نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل.